اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا في هذه التغطيه الحيه لقنوات دريم على الهواء مباشره لهذه اللحظات الحاسمه، الاستفتاء على الدستور الجديد. الشعب يقرر مصيره، الشعب يرسم خريطه للمستقبل. برحب بضيفي العزيز في الاستوديو الاستاذ مصطفى الجندي نائب رئيس البرلمان الافريقي السابق. اهلا بك فندم، صباح الخير. كل سنه ومصر كلها طيبه. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ولو قعدنا نقول الحمد لله دي مليون مرة طبعا مش هنعرف قد ايه ربنا بيحب البلد دي، وقد ايه ربنا ساعد البلد دي، وقد ايه الشعب ده شعب اعظم، والله العظيم اعظم شعوب العالم واكرم شعوب العالم واطيب شعوب. أنا شفت امبارح زي ما شفت يوم 30 قبل 30، وزي ما شفت امبارح قبل امبارح. أنا واثق في الشعب، أنا واثق في مصر. عشان كده أيام الإخوان كنا واقفين برجلينا بندب، لأن احنا عارفين إن احنا شعبنا شعب عظيم، وشعب مش هيرضى لا بظلم ولا هيرضى بقهر ولا هيرضى إن يرجع تاني اللي فات. فانا واثق في شعبي. شفت امبارح فرح، شفت امي امبارح بتكلمني بتزغرط في التليفون وبتقول انا رحت انتخب. صحيح. ولما رحت هناك بعد ما انتخبت الستات بقى يزغرطوا ويبوسوني، العسكري اخذ بايدي، سعيده بنتي. كان احتفال. بنتي راحت بتقول لي يا بابا احلى يوم في حياتي، احلى يوم في حياتي، وانا واقفه والناس كلها بتزغرط. انا يعني مصر ارجوكوا افهموا حاجه واحده، اللي حصل امبارح هز العالم كله. رويترز امبارح قالت الشعب المصري ما بيبطلش يبهر العالم. احنا ما بقيناش فاهمين، ومش هتفهموا طالما ما قريتوش تاريخ. اقروا تاريخ البلد دي تعرفوا الشعب دوت، لان اللي كتب تاريخه هو. صحيح. الشعب ده جامد قوي هو اللي بيقرر دايما مصيره، وبيقرر اللي يحكمه، بيقرر كل حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني عارفة يقول لك ايه؟ الارض دي ارض مقدسة مشي فيها النبي فلان، ويا ريت رجلك توطأ قدم النبي فلان اللي مشي على الارض دي. اللهم صل على النبي. تعالي بقى على مصر. ابو الانبياء هرب وجانا واتجوز من حدانا، وسيدنا النبي قال تحسسوا فان العرق دساس. لما تيجي تتجوز تشوف كده انت بتتجوز مين وبتناسب من مين، لان العرق دساس. فلما سيدنا ابراهيم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يتحسسوا، فما يلاقوش أحلى من عرقنا عشان يتجوزوا منه، ويجيبوا الأنبياء خلفة الأنبياء، ويجيبوا الأمان للعالم، ويجيبوا الدين للعالم، ويجيبوا العلم. انت عارفة مصيبة الإخوان المسلمين والجماعة ومن ولهم إيه؟ إنه جم يبيعوا المية في حارة السقايين. لما يكون معاكي ألماظة وعايزة تعرفي الألماظة دي حلوة ولا وحشة، بتاخديها وتروحي بيها يا هولندا يا بلجيكا يا جنوب أفريقيا. ليه؟ لأن دول متخصصين في الألماظ، يبص على الألماظة كده يقولك دي ألماظة درجة واحد ولا درجة اتنين ولا درجة تلاتة. لما يكون معاكي بقى دين تيجي مصر نبصلك عليه كده نقولك ده دين صح، صح ولا نفاق وكذب ولبس عباءة رب هم العرش. تجروا هم تجروا بيه في سنة وخلصوا على نفسهم. امريكا لعبت على 400 سنة. هم لعبوا على 400 سنة انه هيقعدوا في الحكم ده 400 سنة. ليه؟ افتكروا معايا كده، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى نسايب، نهار اسود. يعني ايه نسايب؟ احنا كنا خايفين من راجل يورث ابنه، احنا لقينا ايه؟ عيلة بقى كاملة داخلة. فالحمد لله رب العالمين، احنا شعب ما يتخافش عليه، شعب عنده حاسة الاستشعار بالخطر كبيرة جدا. ونتذكر لما التتار اكلوا بغداد واكلوا العالم، واحنا كان بيحكمنا مماليك، وجم وصلوا لغاية عندنا اتلمينا ودحرنا التتار، ما سمعناش رجعوا تاني، ما سمعناش راحوا فين، انتهوا من التاريخ ورجعنا تاني مع المماليك. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا حاسة استشعار بالخطر. صحيح. لان البلد يعني دي مخلوقة للبقاء، للبقاء، مش بس مشي فيها الانبياء المصري الحقيقة يعني لوحدة، ومش بس تزوج منها الانبياء، ولكن حينما اراد الله ان يتجلى تجلى في مصر. صحيح.
طبعا ربنا يحفظ مصر دايما وشعبها واهلها. استاذ مصطفى، ده في رايك ما حدث بالامس رد حاسم ورد عملي امام كل العالم على الدول اللي بتقول مصر كان فيها انقلاب عسكري؟ ده مش رد بس، ده بيقول اللي رهنوا على الشعب المصري زي السعوديه وزي الامارات وزي الكويت وزي الدول اللي رهنت على الشعب المصري في الوقت اللي العالم كله كان واقف مع الإخوان وبيقول انقلاب، أنا بقول لهم دلوقتي رهنتوا صح. طب وقطر؟ وقريتوا التاريخ صح. مش قطر بس، أصل قطر دي عبارة زي إسرائيل كده، واخد بالك؟ لا بكلمك على أساس أن قطر نبت في المنطقة صغير للأمريكان عشان يبقى ليهم قاعدة، يعني اعتبري إسرائيل دي قاعدة أمريكية واعتبري قطر دي قاعدة أمريكية في المنطقة، فبالتالي لما امريكا تحسب حساباتها غلط يعني مش يبقى مش قطر همك ان هو يرد على قطر. قطر ايه يا ست الكل؟ قطر ايه بس؟ ابوس ايديكو يا جماعة، احنا حاجة كبيرة. لما مصر قامت بثورة 30 ايه اللي حصل؟ هدت مخطط من 100 سنة معمول. المخطط اللي عمله الانجليز يوم مدوا لحسن البنا ال 500 جنيه اللي كان اياميها ولا 5 مليون جنيه، وحطوا النبت بتاع الاخوان عشان يطرح في 2011. الانجليز دول راس الحيه، هم اللي بيفكروا بال 100 سنه عشان يجي بعد كده النبت ده لما يكبر ياكل بقى. السودان تتقسم، العراق تتقسم، سوريا تتقسم، الجيوش تنتهي، ونرجع لخطاب بن جريون التأسيسي اللي قال يجب تقسيم المنطقة على أساس عرقي وديني كما هو حال إسرائيل. ده خطابه التأسيسي، تقسيم المنطقة، ومصر دايما هي الفرشة الكبيرة فسايبينها للآخر. هم خلصوا، العراق ما فيهاش جيش، سوريا بيدمروا فيها، ليبيا راحت، السودان اتقسمت، ما فاضلش إلا أنت، جابولك بقى الإخوانجية اللي بيقولك بتوع الخلافة ونسيوا وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طبعا لا، هم شغالين على هائل دور الجيش المصري العظيم للحفاظ علينا من الانقسام. خلينا بقى نقول بقى ايه قصه الجيش المصري عشان برضو ايه اللي ما يعرفش يعرف، وبالذات انا هكلم الشباب. قصه الجيش المصري بسيطه. لو مصر دوله عظمى، لان اللي اسسها جيش، الدول العظمى يؤسسها الجيوش، والدول الصغيره تؤسس الجيوش. يعني بص، امريكا دي اللي اسسها جيش، روما اسسها جيش، اليونان واسكندر جيش، انجلترا جيش. هم ليه خلوا عند بعض الشباب اللي هو التخوف من الجيش، ونشروا للاسف هذه الجماعه الارهابيه نشرت بشكل غير عادي في الفترات السابقه كلمه العسكر اللي احنا بنعتبرها كلمه مشينه، جيشنا برضو ونؤكد مرارا وتكرارا انه ليس عسكر. ليه حصل ده؟ لان الاخوان المسلمين لما جم يوم 28، ما جوش يوم 25 ولا 26 ولا 27، جم على الطهاره، على النظافه، على شبابنا الحلو اللي طلع، اللي عايز يبقى رئيس ولا عايز يبقى وزير، عايز يغير بس، عايز يحلم ببكره. فنطوا عليه الحراميه. الحراميه مين؟ جماعه الاخوان والسياسيين المحترفين. نطوا عليه، دخلوا لنا اكتر من كلمه، وكانوا بيدخلوا كلمه لينا بعد خطأ معين. يعني لازم نعترف ان الفترة الانتقالية المجلس العسكري بعد ثورة 25 حصل اخطاء، تم استغلال الاخطاء ديت وترويج شعارات زي حكم العسكر في الوقت اللي هم بيقولولنا يا شباب اللي يقعد مع الجيش يبقى خاين. كانوا هم قاعدين ليه؟ لان هم فاهمين ان ما تقدرش توصل لحكم مصر الا لما تقعد مع المؤسس، والمؤسس هو المؤسسة العسكرية بالظبط كده. فقالوا للشباب ايه؟ اللي يقعد معاهم خاين، اللي يقعد معاهم مش عارف ايه. طب دي جزء ايه؟ علمونا حاجة تانية، كلمة الفلول ما كناش نعرف من هو الفلول. كل واحد متضايق من التاني يقول له انت فلول. معلش، ما هو النهاردة سبحان الله الدايرة دارت، الدايرة هم اسمهم فلول. ايوه، في فلول اللي هو النظام قامت عليه ثورة وكان له منتفعين وناس ومريدين ومؤيدين، قامت عليهم ثورة فأصبح النظام وناسه فلول للمرحلة الجديدة. تمام. جينا بقى ثورة 30، انتوا كنتوا بتحكموا، وفي من الشباب ومن الثوار ناس وقفوا وياكوا، الحمد لله رب العالمين ما وقفناش، وقفوا وياكوا في فيرمونت ولا انا عارف فين، وايه وجابوا مرسي، ماشي مفيش مشكلة. تمام. طيب النهاردة قامت ثورة بقى زي ما قامت 25، ثورة شعبية. ثورة شعبية. قامت على مين؟
عليك ومن والاك واللي وقف وياك، صح؟ صح. يبقى انتوا فلول. صح؟ فلول ايه؟ ما بعد 30. خلينا بقى نوصل لحاجة، سيبنا من الكلام ده. احنا عايزين نبني بلد، وعايزين ناخد أسوة حسنة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لما دخل فتح مكة ب 98% من الأصوات، يعني كان يدوبك بس شوية كم واحد كده المنافقين اللي موجودين جوه، وخلاص نصر الله نزل عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله راسه كانت واصلة لراس الناقة من التواضع، كان ممكن يبطش، كان ممكن يدمر، ولكن احتوى. احنا النهاردة نصر الله نزل علينا، الحمد لله. امبارح كان نصر الله واحنا شايفينه، النهاردة بعون الله. وانا بقول لشعب مصر كله، اللي منزلش ينزل، اللي منزلش ما ينفعش. امي الست الكبيرة تنزل، وانت يا ابو الشباب اللي دي ثورتك ومتلك حبايبك واخواتك فيها ما تنزلش. امبارح ام سالم مديح اتكلمت، الشهيد الذكر الراجل اللي مات بعد 3 ساعات من خطاب المرشد في ربعة، وقتلوه على كوبري اكتوبر واحنا كنا واقفين ويا بعض. ام سالم امبارح طلعت على التلفزيون وقالت النهارده سالم مرتاح في نومته، سالم النهارده اسعد مصر. يا اولاد، اللي يحب سالم ينزل، واللي ما يحبش سالم ما ينزلش. دي ام سالم صاحبة الدم، فمش عايزين متاجرة بدم الشهداء. عايز دم الشهيد؟ عايز عيش حرية عدالة كرامة؟ ماشي يا سيدي، احكم. تمام. وعشان تحكم اتوحد. صحيح. وعشان تتوحد لازم هنا يبقى حلو. استاذ مصطفى، اعود لحضرتك مره اخرى، بس خلينا نستمع الى هذه التغطيه من الزميله دينا طارق من محافظه الفيوم. صباح الخير يا دينا. صباح الخير أستاذة مها. نحن الآن في مدرسة عائشة حسنين الإعدادية بنات بمحافظة الفيوم، حيث عدد الناخبين هنا 12,000 ناخب، وقد كان الإقبال بالأمس كبير، وكانت الطوابير تصطف خارج المدرسة، ولكن اليوم نشهد الإقبال أضعف في الساعات الأولى من الصباح، نتوقع زيادتها في الفترات المسائية. طيب دينا، هل هناك أي أعمال عنف أو شغب من قبل أنصار المعزول، ولا الأمن مستتب؟ بشكل مجمل الأمن مستتب، ولكن هناك حالة واحدة، وجود مسيرة بمركز إطسا وقد تصدت لها قوات الشرطة. كانت المسيرة الهدف منها هو توجيه الناخبين للتصويت بلا. كما خلال تحدثي مع الناخبات بالأمس قد أكدوا لي بأن الإخوان يتبعون سياسة طرق الأبواب لتوجيه وإقناع الناخبين بالتصويت بلا، كما تجري. تمام، شكرا للزميلة دينا طارق. دينا سنعاود طبعا الاتصال بك. أيوة دينا، أنت سمعنا؟ أنا سمع حضرتك. تمام دينا كملي، ها، وإيه اللي حصل بعد كده؟ كيف تصدى لهم الأهالي؟ الأهالي كانوا يتحدثون عن سياسة الإخوان بأخذ البطاقات الرقم القومي بحجة إخراج البطاقات التموينية أو لبحث الحالة. طيب دينا، هنعود الاتصال بك مرة أخرى. أستاذ مصطفى، كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في الموضوع ده. بقالنا كام يوم من قبل بدء عملية الاستفتاء والتصويت على الدستور الجديد، موضوع حكاية شراء البطاقات الشخصية. لا إيه، مش شراء، أنا خلي بالك أول واحد أعلنت. بيتحولهم. أيوة، ثانية واحدة، ما أنا هشرح لك. أنا أول واحد بلغت على الكلام ده كنت في برنامج تلفزيون. هما بيعملوا إيه بقى؟ ما دي خيبة الرجل اللي هما فيها، وحاسس إنه مالهمش بقى في الشارع، فبيشتغلوا على الجهل. اللي احنا قمنا بثورتين عشان ما يبقاش في مصر جاهل في المستقبل ان شاء الرحمن. بيخش عليه بقى والحاجه، الجهل والحاجه. يروح داخل على المواطن يقول له ايه؟ يقول له والله احنا عندنا بطاطين هنوزعها. وده اللي ابتدى. وعندنا زيت وعندنا تموين هنوزعه. بس الراجل الطيب اللي بيوزع خايف ان احنا نسرق الحاجه، فقال لنا تجيبوا البطايق اديكوا البطاطين، مش هتجيبوا البطايق مش هديكوا البطاطين. هو اللي عايز يعمل خير بياخد البطاقه؟ ما انا عايز اتيقن ان الخير هيوصل لاصحابه، واخد بالك؟ اللي بيدي المال ما هم داخلين على الناس بيقولوا لهم كده، فالناس محتاجه.
فادوهم البطايق عشان ايه؟ يجيبوا لهم البطاطين. اخذوا البطايق وايه وهربوا عشان ما يروحش ال 14 ولا 15. شفتي قد ايه هم ناس خسه شديده يعني. اول حاجه فشلوا فشلوا في الحكم وفشلوا ما بعد الحكم وفشلوا في كل شيء بيعملوه. وقد ايه الخسه ان انا اخد من حاجه الناس واستخدم حاجه الناس وعلى وفقرهم وجهلهم. دول استغلوا الدين. كمان يعني دول استغلوا الدين، واللي يستغل الدين يستغل اي حاجه. فبالتالي انا يعني انا رؤيتي واملي الحقيقه، يلا يا شعب انزل، احنا النهارده عايزين اعلام مصر في كل حته، عايزين النهارده العالم يتجنن يحس ان فعلا الامه ديت فعلا امه قويه، امه قررت ان هي تغير، امه متوحده، امه عارفه هي عايزه ايه. واملي ان شاء الرحمن، ويمكن بنادي بيها من هنا والاول مره، ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن هننزل كلنا بالملايين النهارده، وبعد كده عايزين ننزل كلنا الميادين بقى ننتظر نتيجة الاستفتاء. عايزين ننط من على الارض زي ما نطينا ساعة لما مبارك قال انا اتنحيت، وزي لما نطينا من على الارض وبقينا نحضن ونبوس في بعض ساعة لما الفريق عبد الفتاح السيسي وقال ان بيكلف رئيس المحكمة الدستورية. عايزين نقف كلنا مع بعض طبعاً. لان الدستور ده احنا توحدنا يا استاذ مصطفى ولا نتفرق مره اخرى. خليني انا في نقطه عايز اناقش حضرتك فيها في يعني في الدستور الجديد، ولكن في خبر عاجل جالنا، الامن ينجح في تحرير 3 من الاربعة قيادات العماليه المختطفه في سيناء. هذه اللحظات الامن نجح في تحرير 3 من الاربعة قيادات العماليه المختطفه في محافظه سيناء. بخصوص الدستور استاذ مصطفى، كانت هناك الحقيقه وقد ناقشنا معظم المواد امس وقبل طبعا عمليه الاستفتاء، ولكن اريد اخذ رايك في المواد الخاصه بالفلاح المصري. نحن اهتمينا تحديدا بهذه المواد الخاصه بالعمال والفلاحين والتعليم والصحه، ولكن الفلاح المصري احنا دايما نقول كل يوم بنطلع نقول الفلاح المصري اللي بياكلنا كفيلنا بالظبط، هو الكفيل هو اللي بيتعامل. القمع الذي كان يقع على الفلاح المصري فيما سبق، بس الفلاح المصري ما شافش ايام حلوه ولا ايام عبد الناصر، وايام ما فعلا كان عبد الناصر بيحب الفلاح وعارف قيمه الفلاح. دي حقيقه وده واقع لازم نعترف بيه. بعد كده الفلاح بيعاني كل المعاناه، يزرع ارضه ويصحى بدري وينزل ويعمل، وبعد كده الميه ما تجيلوش في الترعه تموت الزرعه في الارض، او ما يلاقيش السماد والكيماوي تموت الزرعه في الارض. مع انه هو يعني زي ما حضرتك قلت كلمه، هو كفيل فعلا. انا على فكره معايا على الهاتف ليه الدستور ده؟ للفلاح، لان الدستور ده بيقول ابا الحاج تلتزم الدوله، خلي بالك تلتزم الدوله بانك يبقى عندك هامش ربح. عارف يعني ايه هامش ربح؟ يعني ان انت الارض بعد ما تصرف عليها تجيب لك مكسب. طيب افرض السقعه، مش هقول لك الكيماوي ما جاش، ولا السقعه نزلت وحرقت الارض، تروح تعمل مخدر اثبات حاله وتروح الدوله تديك ربحية الأرض. طيب احنا على فكرة لا، وحضرتك يعني خير من يشرح هذه المادة، بس خلينا الأول ناخد هاتفيا السيدة الجميلة حضرتك كنت بتتكلم عنها من شوية، أم الشهيد سالم مديح. صباح الخير. صباح الفل عليك يا حبيبتي. صباح الخير يا أم، صباح الخير. صباح النور عليكي وعلى مصر وعلى شعب مصر وعلى الدستور بتاع مصر. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة ومصر طيبة يا أمي. كل مصر طيبه بشبابها وبرجالها وستاتها وبناتها الشباب الحلو اللي زيكم. شايفه حق ابنك سالم رجع النهارده؟ حقه رجع، حق سالم رجع. من امبارح حق سالم رجع. نزلتي امبارح تصوتي على الدستور؟ طبعا طبعا، انا واخواتي كلنا نزلنا. كلنا نزلنا يا حبيبه امي، كلنا نزلنا. حبيبتي معانا الاستاذ مصطفى الجندي، عايزه تقولي له حاجه؟ عايزه اقول له ربنا ينجيك وينجي مصر، طول ما في شباب زيك كده حلو وفي رجاله حلوه زيك كده يا ابن المنصوره يا حلو، في 1,000,000,000 زيك كده حلوين، مصر هتبقى حلوه باذن الله. يا ام سالم، يا ام سالم نعم يا حبيبي.
دلوقتي الشباب الحلو اصحاب سالم اللي كانوا نايمين في الشارع اللي كانوا بيدبوا واقفين للاخوان وقفه رجاله، في منهم شباب كتير مش نازل يصوت على الدستور بحجه ان احنا حق الشهيد وبحجه ان احنا ما جبناش حاجه مسالم، احنا محتاجين ولادنا دول يتلموا، دول هم الشركاء الحقيقيين. ده هم كده يا استاذ مصطفى اللي مش هيجيبوا حق الشهيد، اللي تنزلهم هم اللي مش هيجيب حق الشهيد، بنزلهم هيجيبوا حق الشهداء كلها. ردي عليهم، ردي عليهم يا حاجه، قولي لهم، قولي لهم انزلوا. هكلمهم واقول لهم كلهم. انت على الهوا قولي لهم، انت على الهوا دلوقتي هم سامعيني، كله سامعك، قولي قولي اللي انت عايزاه. يا حبايب سالم كلكم، يا حبايب سالم كلكم يا اللي كنتوا قاعدين معاه في الشارع في ميدان التحرير وتوفى وهو بينكم كلكم، انزلوا عشان تجيبوا حق سالم وحق اي شهيد، وجيكا ومحمد الكندي وكل شهيد مات، انتوا بنزلكم هتجيبوا حقه. يا حبايبي يا حبايبي انزلوا عشان خاطر امكم ام سالم، يا حبايبي انزلوا، انزلوا يا حبايبي عشان بلدنا تكمل وتوصل للامان. طبعا انتوا مش نازلين مش هنيجي لقدام ابدا، بس دعاكم ونزلكم وبدعاء ربنا كده هتنزلوا باذن الله. انا عارفه اولادي هينزلوا كلهم. يا حماده يا مصر، يا محمد يا مصر، يا محمد يا مصطفى، يا حبايبي كلكم انزلوا، انزلوا يا اولادي كلكم عشان خاطر سالم، عشان تجيبوا حق سالم وحق الشهداء. يا حبايبي حق سالم ما ضاعش. انا بشكرك، بشكرك يا امي، شكرا جزيلا، ببوس ايديك وببوس راسك وببوس ايدين كل ام شهيد. مفيش ام تاني قلبها هيتحرق على اولادها. انزلوا ثأرا لهؤلاء. الست اللي كانت سيدة الجميلة اللي كانت معانا على الهاتف دلوقتي بتقول لكم لازم تنزلوا، مش انا، مش الاعلام اللي بيقول لكم انزلوا، انزلوا علشان تثأروا لهؤلاء. مش عايزين نشوف تاني ام قلبها محروق ولا اب ظهره انكسر على اولاده اللي قتلتهم الجماعه الارهابيه لمجرد ان هم بس عايزين يغيروا في بلدهم ويخلوها احسن. استاذ مصطفى، يعني انا الحقيقه مكالمه ام الشهيد سالم كانت غايه في الصدق. هي اتكلمت ابلغ من هنا كلنا، قالت انزلوا علشان حق سالم وحق الناس اللي كانت معاه. الناس بقى اللي كانت عماله تشكك في ده وتقول انتوا بتوجهوا الناس او بتقول ان انتوا بتقولوا للناس قولوا نعم علشان مش عارف ايه والمصالح، لا مش مصالح، دي ام شهيد. انت هتوجهي ام شهيد؟ هو الهبل اللي هم فيه ده؟ هم بيقولوا دي ام شهيد، دي ام شهيد ضناها راح، ده راح عشان البلد دي بتقول حق سالم. جه ليه بتقول حق سالم؟ لان المرشد بعد خطابه بثلاث ساعات سالم اتضرب بالنار، بعد خطابه في الرابعه سالم اتضرب بالنار. يا شباب وانتوا كنتوا واقفين، كلنا كنا واقفين على كوبري اكتوبر، دي ام شهيد بتقول لكم انزلوا، يبقى تنزلوا، ما تجروش بتم الشهيد، انزلوا خطوه بخطوه، انزلوا عشان نخلص على الاخوان خالص اللي حبسوكوا واللي هتكوا العروض واللي ذبحوا الشباب ورموا زي الكلاب في الشوارع. هتنزلوا امتى؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عملتوا ثوره وناديتوا ام سالم وناديتوا الدنيا كلها ونزلت الدنيا كلها وياكوا، نزلت وياكوا يوم 30 وقفتوا قلتوا عبد الفتاح السيسي اخوانجي ومش واقف ويانا وباع القضيه وقعدنا نلوم عليه، وبعد كده هو تقولنا احنا مش قادرين على الميليشيات الدوليه، انزل يا جيشنا، نزل دلوقتي بقى كيخ. هو في ايه؟ مش هي دي الثورة ولا هي دي الثوار؟ تنزل خلص، انزل روح وقول نعم للدستور، دستورك انت اللي ماتله الشباب اللي هيشيل الاخوان، وبعد كده الدستور ده اللي عايزين نغيره هنغيره، احنا شلنا نظامين نقدر نشيل اي حد، ما حدش يخاف من بكرة. يعني ايه تخاف من بكرة؟ يعني انت وقفت قدام الاسد وجاي قدام نملة وبتقول انا خايف؟ ايه ده؟ دي ام شهيد بتقول لك انزل، تنزل بتقول لك شارك، تشارك والا ما تروحش هناك تاني وما تتكلمش باسمه تاني، ولا انت عايز تطلعوا على الجزيره زي اللي انا سامعه امبارح من شباب من 6 ابريل بيتكلم على الثوره على الجزيره؟ عيب، عيب ان انتوا تعملوا كده، هوت عيب. مش دي اخلاق، دي مش اخلاق سالم ولا اخلاق الرجاله مش بتوع السفارات والتلفزيونات، رجاله مصر الحقيقيين. عيب تنزل وتشارك وتقول ايوه وتقف كده هوت قدام البتاع وتعملوا الحركات بتاعه الشباب وتتنططوا، عيب. امك واقفه في الطابور، امك اللي انت قعدت تبكي
ونزلت لك ووقفت جنبك في ميدان التحرير صاحبة الثورة. انتوا عارفين الكنبة اللي بيقولوا عليها اللي احنا كنا بنموت لما تشال الغطاء السياسي من علينا من على السياسيين وقلنا يا اما تعالي الحقينا انزلوا يا اهل الدار وعيالكم بيتهرسوا في الشوارع ونزلوا بالملايين. النهارده عايزين ايه؟ شفناها امبارح كمان يا استاذ مصطفى السيده اللي على كرسي متحرك منظر يعني صراحه مريب. هم عارفين الشباب رائع. عارف ان اللي كان واقف قدام المنصه الثمان اشهر بيهتف كانت ستات مصر امك وخالتك وعمتك وجم شباب ورجاله وقفوا ابوس ايديكوا انزلوا انزلوا خلصوا اللي ابتديتوه احكموا البلد عشان خير الثوره يجي للناس. انت عارفه في يوم جالي انا بس راجل. احنا معانا على الهاتف والده الشهيد محمد الجندي الحاجه ساميه الشيخ. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. اهلا بيك يا امي ازيك. صباحيني عرفني الحلو اللي قاعد استاذ مصطفى الجندي معاك يا هو عايز يقولك حاجه. صباح الفل يا ام الشهيد يا ام البطل يا ام الدنيا كلها. يا مصطفى يا ابني ربنا يكرمك. ربنا يسعدك ويكرمك يا حبيبي. حاسه ان حق محمد رجع يا حاجه النهارده؟ بصي يا حبيبتي دي خصمه يوم ما يتحقق الاهداف اللي نحن بنكتب لها الولاد من يوم 25 يناير هعرف ان حق محمد رجع. دلوقتي احنا نبني الاساس وبعدين بعد 25 مين؟ نزلتي امبارح الاستفتاء يا امي؟ نزلت ووديت صوتي وقلت لاولادي على شاشات التلفزيونات يا اولادي انزلوا انا عارفه ان انتوا غضبانين لكن الغضب ما يخليناش ما نشوفش النور. صحيح يعني الحقيقه يا ام محمد. نعم يا حبيبي. بص يا ست الكل دلوقتي احنا بنعمل الدستور دوت في العيش والحريه والعداله والكرامه. احنا عايزين نقول للشباب خطوة واحد هنحط الدستور وبعد كده لو ما جاش العيش والحرية والعدالة والكرامة هننزل لغاية ما نجيبهم. بس خطوة أولى انزل حط كلمي الولاد كلمي زمايل محمد يا حاجة هم سامعين كلمي وكلمي الشباب مصر عايزة تقولي لهم ايه؟ عايزة أقولهم ما تفضلوش سائرين على طول في فرق بين السائر والثورجي. اهدى علشان تعرف تجيب حقك تاخد الحق سنة. انما اللي انت بتعمله ده غضب مش مبرر. غضب غير مبرر طبعا طبعا. ربنا يخليكي لينا يا رب ودعواتك وادعي للبنات والنبي بناتي ربنا يكرمك. ربنا يحافظ على اعراضهم وربنا يكرمهم وان شاء الله كلهم هيشوفوا ايام حلوه جايه. بس المهم ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض. صح انا 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 بشكرك عشان ما نقص في حفرة بير عاملهولك الأمريكان وعاملهولك الجزارة وإسرائيل أيوة. وعدو داخلي وعدو خارجي يعني هو هم مش شايفين ده اللي ما يشوفش من الغبار من الغربان بيقولوا عليه أعمى. شكرا يا حبيبتي ربنا يخليكي يا حاجه ساميه ربنا يخليكي وان شاء الله حق محمد هيرجع قريب جدا هنحتفل معاكي برجوع حق محمد ان شاء الله وبشكرك مرة تانية. اظن يعني بعد الكلام اللي اتقال انا عايز اقول للشباب اوعى حد يتاجر بدم الشهداء. عايز تخلص انت عملت عمل عظيم عملت ثورة بعدها بخبرتك اتسرقت منك رجعت صورتي تاني وقفت وياك امك وعمتك وخالتك رجعت عملت الدستور حتى لو انت مش راضي عن 100% في الدستور ولكن بخمس الاعضاء ممكن نغير الدستور ده شهادة وفاء للي ظلمك واللي هتك عرضك واللي خان واللي قتل اخوك يبقى احنا نخلص الخطوة ديت زي ام محمد ما قالت اخد الحقوق صنعة ومهنة وحرفة بعد كده هو تنعدي احنا بقى الشباب ده مات ليه مات عشان عيش حرية عدالة كرامة استقلال وطني يعني ببساطة عشان المصري ما يقلقش من بكرة لا في لقمة عيشه ولا في مدرسة عياله ولا في مرض عياله ده اللي مات له الناس يبقى احنا الخطوة الاولى اهي. الخطوة الثانية بقى انتوا شركاء مع المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة ويجب ان تقبلوا ذلك وهذا شرف لكم ولهم. صحيح.
نقعد مع بعض، ما تخافوش ان اللي فات يرجع تاني، لان عمر اللي فات ما بيرجع تاني، ده واقع ودي حقيقة، لان الخلق الله كده. وما تخافوش منهم، ما تخافوش من صوتهم العالي، وما تخافوش من الاسلحة، هم اللي خايفين منكم، ولا تخاف. ولكن ننزل نكمل، النهاردة احنا شركاء، نقعد مع شركائنا نكمل بناء الوطن. عايز ثورة ايوه الثورة لازم تفضل مستمرة، بس المرة دي بقى في البنى. تعالوا بقى كل واحد يدي ساعتين وثلاثة عمل تطوعي في الأسبوع، المدرس يدي ساعتين ثلاثة عمل تطوعي، الدكتور يدي ساعتين ثلاثة عمل تطوعي. مش هتلاقي واحد محتاج دروس خصوصية، مش هتلاقي واحد محتاج طبيب. بس ده بقى أستاذ مصطفى ممكن يحصل على المدى الطويل. هو احنا امتى هنشوف السياسيين والنخبة بيتوحدوا بقى هم مع بعض علشان نشوف الشكل ده متحضر قدامنا فنقدر نقتدي بيهم؟ والله هقول لحضرتك حاجة، يعني احنا مش عايزين نقول ان لا في سياسيين ولا في نخبه، خلينا نقول الواقع. احنا الواقع عندنا اسف ما عندناش يعني حاجات سياسيه لاسباب كتيره، ان احنا ما عند لسه نشء صغير، لسه ما وصلش للقريه، لسه ما وصلش للعزبه، لسه بيبني نفسه. عشان كده يمكن في الدستور هتلاحظي ان في 8 سنوات احنا حامين المؤسسه العسكريه او المؤسسه العسكريه بره اللعبة السياسية، عشان ما يحصلش اللي حصل مع الإخوان قبل كده. خلال الثمان سنوات دي لازم يتبني الكيان السياسي الحقيقي. تمام. الكيان السياسي الحقيقي ما ينفعش يا جماعة، وأنا قلت الكلام ده لليسار واليمين، ما ينفعش 100 حزب. كل اليسار يتجمع في حزب، كل اليمين يتجمع في حزب، الوسط في حزب، والوسط ده اوتوماتيك. يعني برضو حضرتك كمان بترفض تعدد الاحزاب يعني ان هي تبقى كتير، لان كان معانا في يعني في الصباح الباكر الاستاذ محمد عصمت السادات وقال نفس الجمله دي، احنا الاحزاب كتيره قوي وده هذا يعني التعدد مضر بمصلحه الوطن. مش بس هو طبيعي بعد الثورات ان يطلع، عارفه الرغبه ان انا كنت ممنوع ممنوع ممنوع، بعد كده بقى مسموح، فبيطلع فترة معينة بتلاقي 1000 حزب، 100 حزب، 200 حزب، ولكن بعد كده العقل بقى بيقول ايه، والدول اللي سبقتنا بتعمل ايه، بتلاقي فيها 3 احزاب بيمثلوا تيارات، لان في النهاية الحزب ده هنا عشان لقمة عيش الناس، فكل واحد هيجي يقدم برنامج يقول له لقمة العيش معايا كده، يجي التاني يقول له لقمة العيش معايا كده، يجي التالت يقول له لقمة العيش معايا كده، والا ما كناش سميناها اقتصاد وعلوم سياسية. اقتصاد يعني مام، يعني لقمة العيش، يعني كرامة، يعني عزة، يعني دكتور، يعني مدرسة. السياسة بتتبني على ده، فأنا بقدم برامج عشان ما نضحكش على الناس. فتتلموا كلكم كده في اليسار وتعملوا يسار وسط مصري محترم جديد بفكر جديد، ويتلم اليمين ويجي كده وقت على الوسط شوية وعلى اليسار وعلى الغلبة شوية. تمام. وبعدين عندك حزب زي النور موجود، حزب يعني الناس بيقولك مش ديني، لا ديني، وده موجود في مثلا في دولة زي إسرائيل تلاقي شاس، موجود في دولة زي موجود. موجود في أي دولة. فأنا حتى المتعاطف كان مع الإخوان أو مع التنظيم دوت، النهاردة أنت ما عندكش حجة، أنت عندك أدي حزب، لو عايز لا حزب بيتهموا دلوقتي حزب النور بالخيانة. لا ما هم طول عمرهم كده بيخونوا ويمططوا وينزلوا، وللأسف الشديد أنا ممكن حد يستغلني مرة، لكن لما يستغلني مرتين أبقى أنا مقصر، أبقى أنا مش عارف. هم مصلحة. مش هيقدروا يستغلونا تاني، بس هي الخوف كله أستاذ مصطفى من الأعمال الإرهابية اللي بيعملوها. يعني هو الخوف إن إحنا دلوقتي متوقعين بعد النتيجة، حضرتك بتقول عايزين ننزل الميادين، ممكن ينزلوا علينا دلوقتي. مين هم مين يا جماعة؟ بس أبوس إيديكم بقولها بدل حضرتك مخاوف الناس. أوانطاجية، وأقسم بالله العظيم من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، دول مالهمش سند، دول بيشتغلوا في الضلمة. وبعدين نيجي نتكلم على الأمن برضو. تمام. فاكرة لما الفنجري اللي هو الفنجري ضرب السلام واحنا انبسطنا كصوار؟ طبعا. احنا النهاردة بقى احنا ما بنضربش السلام كده، احنا بنعمل كده على راسنا، كل شهيد من الشرطة على راسنا، كل شهيد من الجيش على راسنا، شرطتنا وجيشنا على راسنا، قضاء على راسنا، كل مصري. انا عايز اقول نقطة مهمة جدا، الامن علميا 90% منه بلاغ شعب، و10% منه عمل شرطي. اذا لو انا بدور على الامن 90% مسؤوليتي انا كمواطن. ازاي؟ نقولها بكل بساطه، قاعد في الترسينه بشرب كوبايه الشاي دي اللي بشربها بقالي 20 سنه في البلكونه دي، وبقرا الجورنال.
لقيت عربيه نقله راحت داخله جنب البيت في المدرسه اللي جنب البيت اللي باصص عليها الترسينة على الحوش بتاعها، ولقيتها بتنزل كراتين. ما شفتش العربيه دي على مدار ال 20 سنه بتيجي. الو، في حاجه غلط بتحصل. وعي بقى، وعي. عيني شافت حاجه. الو، يجوا يلاقوها بعد كده دي شرطات وفانيلات للولاد بتوع المدرسه. حلو قوي، مفيش مشكله. لقينا سلاح، يبقى 90% عندي. الشقه اللي جنبي اتاجرت مفروض، بس انا عارف ان صاحب العماره بيخاف من الضرايب. ابلغ الشقه اللي جنبي تم ايجارها. عيني شافت لفه مرميه، ابلغ. يبقى 90% عليا، يبقى نجحنا في المنظومه الامنيه هي 90% بلاغ عيني مواطن و10% عمل شرطي. اذا لو ما نجحناش في المنظومة الأمنية بتاعتنا ما نرميش بلانا على مليون وإحنا 89 مليون. تمام، ما نرميش لا، إحنا لازم نشتغل سوا الفترة الجاية، زي اللجان الشعبية أيام اللجان الشعبية لما وقفنا وحمينا بيوتنا وحمينا جيراننا وحمينا أولادنا. إحنا لازم نقف، ما بقولش أتعامل، أنا اللي عليا البلاغ. وعلى فكرة كمان كان واضح جدا الاستشعار المواطن، وخصوصا بما اننا يعني كان معانا السيدات الجميلات والرائعات والدات الشهداء امبارح، شفنا قد ايه تعاطفوا سيدات مصر في جميع المحافظات مع هؤلاء السيدات، وقالوا احنا نازلين اهو بنقول نعم علشان الولاد اللي ماتوا هم حاسين بيهم، هم بيقولوا دول يعني احنا امهات وحاسين بيهم وحاسين بوجعهم، ولو الامن ما نزلش احنا نازلين احنا اللي هنحمي اللجان. شوف يعني احنا اللي هنحمي الامن. يعني وهنحمي الامن. بيقولوا لي ايه الرساله اللي توجهها للشعب عشان تطمنه، لان في 250 الف شرطي وجيش موجودين للتامين. قلت لهم لا، انا عايز ابلغ رساله لل 250 الف ضابط وعسكري اللي واقفين بيامنوا. اوعوا تقلقوا، احنا في ظهراكم. اوعوا تقلقوا، انتوا ولادنا. الشعب اللي هيقرب منكم هناكله. رجعت العلاقه خلاص. احنا الحمد لله رب العالمين في حاله لحمه، في حاله عايزين حاجة نحافظ ربان. عليها، عايزين نحافظ عليها استاذ مصطفى، مش عايزين حد يجي يفرقنا تاني عن مش بعض مش هنتفرق تاني. لسبب بسيط، لان احنا خلاص احنا اتعلمنا من الدرس، احنا عرفنا المنخل بين لنا، كل واحد بين لنا مين الحلو مين المنافق، مين اللي عايز مركز، مين اللي عايز وظيفه، مين اللي عايز يبقى وزير، مين اللي بلغ على زميله، مين اللي الفتره دي انت عارفه دي ايام الغزوات بتاعت الحبيب عليه الصلاه والسلام. كانت دايما اول الغزوه كرب. ليه كرب؟ عشان المنافقين تخلع. فلما نصر الله ينزل يا دكتور براد ايه؟ ما ينزلش الا على المؤمنين، ما ينزلش على ايه؟ على المنافقين، لان الكرب خلاهم خلعوا وغيره 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 خلعوا غيره وغيره. رفعوا الغطاء السياسي ايام ما كنا في الميدان، وراحوا بلغوا علينا الامن اجابه الانقاذ، وقالوا احنا مالناش دعوه بالناس دي، دول بيقطعوا اجتماعاتنا. المنخل بين كل الناس. لا، الأقنعة بتسقط. متوقع سقوط المزيد من الأقنعة خصوصا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء؟ لا، هي خلاص أنا في تخيلي مع إعلان نتيجة الاستفتاء على ما أظن الكل بان. الشعب بان، والجيش بان، والقضاء بان، والشباب الحلو بان، والشباب المتاجر بان، واللي ركب طيارة وراح قطر وتركيا بان، واللي واقف النهاردة بيقول ثورة ثورة مش عارف لغاية امتى، يمكن لغاية ما الاقي وظيفة بان. اللي قاعد على القهوة ومتمرد لان المجتمع مدلوش، انا بقول له يا اخي انزل المرة دي، ده دستورك اللي انت حاربت عليه، وتلتزم الدولة، تلتزم الدولة. اقرأ. يا اخي لو ما التزمتش الدولة هننزل تاني وتالت لغاية ما تلتزم الدولة، لغاية ما الفقير يلاقي لقمة عيشه ببلاش. الناس كلها بتتكلم على العدالة الاجتماعية، محدش يتكلم على العدالة الإنسانية اللي تسبق العدالة الاجتماعية. العدالة الإنسانية اللي القرآن لما قال حرام خمرة وحرام أكل ميت وحرام أكل خنزير، قال لك غير باغ ولا عاد. طالما الإنسان بيموت مفيش حرام ومفيش حلال، مفيش دستور ومفيش قانون. العدالة الإنسانية إن أنا ما أقولش جعان عطشان بردان بموت. العدالة الإنسانية دي مسؤولية الجميع، مسؤولية حكومة ومسؤولية شعب ومسؤولية دفع ضرائب واحد بيموت. العدالة الإنسانية انت عارفة احنا بناخد شيلين في الرغيف وبتتكلف الدولة 35. الشيلين ده حصلته مرتبات مستشارين وزارة المالية
450 مليون دولار. يعني انا ممكن بكره اقول يا بلد ما حدش هينام فيكي جعان ب 450 مليون دولار لو مشيت شويه مستشارين، ما حدش هينام فيكي يا بلد جعان. لما اجي على شريحه الميه وفاتوره الميه اقول له وخلقنا من الماء كل شيء حي، والدستور بيقول حق الانسان في الحياه وحق الانسان المصري في الحياه، يبقى اول شريحه بتاعه الميه دي ببلاش، بعد كده الشريحة اللي بعديها بفلوس ياما ياما لاني ما عنديش مية. كهربا، اول شريحة الخمس لومد على التلاجة والغسالة اللي هم منورين حياتي يبقوا ببلاش، بعد كده هتدفع ثمن الكهربا بسعرها. ممكن قوي اعدي واقول اهي عيش حرية عدالة كرامة، لان لما يجي العيش هتيجي الحرية وهتيجي العدالة وهتيجي الكرامة، لكن من غير العيش هنشوف زيت وهنشوف سكر وهنشوف جهل وهنشوف موت. يبقى العيش يا أم سالم، العيش يا أم محمد، هو ده اللي ماتله سالم ومحمد. لما كنت بقعد أسألهم انتوا ليه يا ولاد دايما نطين لي في الصف الأول، يعني رجلك مكسورة ومتعور بسكينة في ظهرك وطلع لي في الصف الأول، انت ايه يعني؟ ودماغك دستور ده ايه في دماغك؟ عارفة يقول لي ايه؟ يقول لي حاجة مش كلام كتير، أنا مش عايز المصري يقلق من بكرة. هو لخص الدستور ولخص الثورة، أنا مش عايز المصري يقلق من بكرة حتى لو مفيش في جيبه مليم، يلاقي جاره جنبه، يلاقي دولة جنبه، يلاقي عزته ويلاقي كرامته. وخلي بالك ده لن يكون إلا بحالة واحدة، التطوع. أنت عارفة إن في أمريكا وفي في أوروبا ما تاخديش شهادتك في المدرسة الا لما تكوني مأدية العمل التطوعي، ده واجب وطني. ما تاخديش مش عمل تطوعي اللي هو استغلال، احنا ده واجب وطني لازم تعمله، انت عايش بتاكل وتشرب وتتعلم في البلد دي ليها حق عليك. لازم احنا على فكره والده الشهيد سالم مديح اتصلت بينا دلوقتي في الكنترول وبتقول ان هي بعتت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي لكل اصحاب سالم ان هم ينزلوا يقولوا نعم لهذا الدستور. انا بحييكي مره تانية، بحييكي وبحيي كل سيده مصر. هي دي مصر وهي دي ام سالم، اللي بطن اللي شالت سالم والبطن اللي شالت السيسي والبطن اللي شالت مصطفى والبطن اللي شالتك، هي بطن واحده، عرق واحد، عرق نضيف قوي، عرق ناسب سيدنا ابراهيم وسيدنا رسول الله. يا جدعان افهموا قيمتكم، اعرفوا قيمتكم عشان تتصرفوا حسب قيمتكم. والمصحف اللي ما ينزل منكم بعد الرسائل اللي بعتها ام سالم، والمصحف اللي ما ينزل منكم بعد اللي بعتته ام سالم واللي قالته ام محمد الجندي يبقى تاجر دم وتاجر دين وتاجر شهداء ومالوش صالح بينا، ويشيل نمرته من على التليفونات بتاعته ويتكل على الله هو يروح في داهيه بقى ويبعد عننا. طيب استاذ مصطفى، استاذن حضرتك، احنا معانا على الهواء مباشره الزميله هبه الحسيني من امام احدى اللجان بمحافظه الجيزه. هبه اهلا بك مره اخرى. اهلا بك يا استاذه مها. نحن ما زلنا امام مدرسه جمال عبد الناصر في منطقه الدقي، ومعنا السفير احمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وهو هنا بصفته مراقب على الاستفتاء. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزين حضرتك تقول لنا رايك في سير العمليه التصويتيه في لجنه جمال عبد الناصر. نعم، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناه دريم على هذه الفرصه. في الواقع يعني البرلمان العربي كان حريص على ان يكون مشارك في يعني اطلاع العالم واطلاع الداخل والمصري والعالم العربي بصوره عامه عن سير آلية التصويت على الدستور المصري. وجدنا هناك نوع من الشفافية ونوع من التعاون بين الناخب المصري وبين اللجان المنظمة، لم نجد هناك أي يعني تسيير لي 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 باتجاه معين. كذلك يعني وجدنا سهولة آلية التصويت نفسها في صناديق الاقتراع سهلة وراقية من الدقة، خصوصا من خلال الأجهزة هبة الحسيني. الزميلة هبة الحسيني سنعود إليك مرة أخرى، بس واضح كمان أن اللجان بدأ الإقبال عليها أكتر وأكتر من لا 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 النهاردة إن شاء الله. كنا خايفين لحسن يقدروا. هبة هل تسمعيني؟ أنت لسه معانا؟ أيوة سمعك سمعك. هبة ايوه سامعاني يا هبة؟ قطعت اللقاء في النص اللي مش فاهمه. اتفضلي هبة. ايوه يا حبيبتي هبة. واضح ان هناك اقبال، الاقبال زاد عن الصباح الباكر.
هناك إقبال متزايد في لجنة جمال عبد الناصر وفي سائر لجان. طيب احنا فقدنا الاتصال بهبة، بس هنحاول ان احنا نتصل بيها مرة اخرى، بس هو فعلا واضح ان الاقبال على لجان الاستفتاء زادت، وزي ما كنت بقول حضرتك استاذ مصطفى هو كان هناك بعض التخوفات، لان هم العمليات اللي كانوا بيعملوها امبارح واعمال الشغب اللي كانوا بيعملوها امبارح بقت بالفشل، والامن سيطر عليها، واحنا طبعا يعني بنشيد بدور الامن ودور الاهالي، بس دخل ان انا اتوقع ان هو كان ممكن يعملوا حاجه اكتر النهارده، احنا لسه في بدايه اليوم. هو بص خلينا نتفق على حاجه، زي ما قلنا 90% من الامن علينا، دي تنظيم دولي ارهابي بيتعامل داخل مصر، بيأتيه العون من كل حتة في العالم، وبالتالي احنا لازم نفهم ان رد الفعل مساوي للفعل. الفعل اللي احنا عملناه في 30/6 فعل جبار. احنا هدينا منظومة كانت معمولة من 100 سنة من العالم الكبير، كباراتهم يعني انجلترا وامريكا واسرائيل وفرنسا وبتاع، كانوا منظمين تنظيم. فلما احنا نقلب الترابيزة كده لازم رد الفعل هيبقى قوي. احنا قدوا بعون الله وقادرون بعون الله، ولكن لازم نبقى صحيين، لازم نفهم ان الامر دلوقتي مش محلي، الامر خارجي. لما نخلص مشكلتنا الخارجية نبقى نقعد محليا نتخانق، مش وقت خناق خالص، بل بالعكس اللي يتخانق النهاردة يبقى يا اما مش فاهم يا اما مش عايز يفهم، مش عايز عشان يفهم ده أخطر. في سبب انا مش هتهمه بيه، ولكن افهم ان الوقت الحالي احنا في معركة كبيرة، واول خطوة فيها في الانتصار هو وحدتنا ونزولنا وظهورنا. انت مش نازل بس عشان مصر، انت نازل عشان مصر وعشان عيالك اللي من غيرهم مفيش مصر. عيالك صح. هي مصر ايه غير عيالنا وعيالك والشارع والحارة والبيت؟ هم اللي هيبنوا بعد كده. استاذ مصطفى دول. حضرتك بما انك لك يعني مصداقية شديدة ويعني كلامك حقيقة بيصل الى قلب المواطن المصري البسيط، في النهاية تقول له ايه؟ وجه له رسالة، قول له يعني النهاردة وما بعد، ما بعد الدستور، وده الاهم. اقول له لما نكون خير الاجناد بشهادة سيدنا رسول الله يبقى ما ننفعش ان احنا نخاف، ونبقى قادرين ان احنا نقف ضد الارهاب. لما يكون عندنا في بلادنا خزائن الارض طبقا للقرآن يبقى قادرين نبني بلدنا من غير ما نشحت. لما شباب يبقى 90% شعب من الامن مسؤوليته علينا، يبقى لازم نقوم بدورنا، لان مفيش جيش في العالم ولا شرطة في العالم ولا أمريكا ولا روسيا قدروا على الإرهاب. خلينا ندي درس بقى للعالم، اللي يقدر على الإرهاب لما الشعب ينضم للجيش والشرطة ويصبح كيان واحد زي في 56. إذن الدور عليك والمهم عليك. أخيرا عايز أقول لك حاجة، تسلم تسلم يا شعب يا أعظم شعوب، يلي الواحد فخور إنه هو مصري، فخور وبيدب برجله كده انه هو مصر. تسلم تسلم يا شعب مصر، انزل انزل وشارك فعلا النهاردة، وان شاء الرحمن يا رب يجعل في هذا الكلام قبول ويصل الى القلوب. مش هنستنى 25، بكرة ان شاء الرحمن تو ما يطلع يقولوا هنطلع النتيجة اليوم الفلاني، كلنا في الشارع وفي الميادين ونغني ونفرح ونبعت رسالة أكتر منها احتفال، رسالة لأعدائنا. ملايين الشعب المصري واقفة مع جيشها ومع شرطتها وعارفة بالخطر، وإحنا في الشارع وما بنخافش، واللي ما قراش تاريخنا يقراه، واللي يحب مصر واللي راهن على مصر بنديله 2000 سلام وتحية، وبنقول لهم يا دول يا محترمة يلي وقفتوا مع مصر في محنتها، بكرة الحصاد. والحصاد عندنا حب الشعب المصري ليكم، لان اللي بيرضى عنه شعب مصر بيرضى عنه ربه، لان رب العرش بيحب الشعب ده. صحيح. لما حب يتجلى اتجلى عندنا احنا، ولما بعت انبياء وقال بيت سيدنا رسول الله يتخبوا بعتهم عندنا احنا الاخوال والخلوالد واعظم الاعراق
ومية مية يا شعب ونكمل وننزل ويمو البنين انزلي وقفي في الشارع احرجي البنين وقول لهم تعالوا عشان قلبي يبقى راضي عنكم. ومدد يا سيدي يا رسول الله ومدد يا الله عليه الصلاة والسلام عليها أفضل الصلاة والسلام. بشكرك جدا جدا السيد الأستاذ مصطفى الجندي نائب رئيس البرلمان الأفريقي الأسبق. شكرا لك. شكرا جزيلا ليك وشكرا للإعلام المحترم بتاع بلدنا اللي وقف مع شعبه وما خافش، والراجل صاحب القناة المحترم اللي هنا اللي وقف وما خافش وقال كلمة حق، وفي أصحاب قنوات تانية رجالة ووقفوا. أنا بقول لهم أنتوا ناس محترمة، شاركتوا كملوا مشواركم، أن أنتوا عمركم ما تميلوا الجنب على جنب، وكملوا دايما ميلين لمصر وميلين لشباب مصر. طبعا وميلين أستاذ مصطفى يعني مصر. سنظل هكذا دائما حتى وإن دفعنا أثمان غالية، إنه واجبنا الوطني. بشكر حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا ابقوا معنا، لازلنا في هذه التغطية الحية على قنوات دريم على الهواء مباشرة. الشعب يقرر. كل شيء